مرحبا بكم ناس كل. اليوم عنا ماكينة متاع زيتون ولوز هي SP92C. باش نعملو ديمونستراسيون ديمارش. أول حاجة عنا ليسانس، نحبولها ليسانس، بطبيعة ليسانس ميلانج 2%، بعد ما صبينا ليسانس نوزلو على البومبي أكثر من 3 مرات لين تتعبى. بعد ما تعبيت البومبي حطوا السرتير، بطبيعة ديماراج أفروار كان هي سخونة الماكينة من غير ما نحطوا السرتير. وقبل ما نخدمه نتأكدوا على الفارياتور في البلوس، ومن بعد ننتهيو لوتيليزاسيون تاعك نجمو نقصو فيه ولا تزيد كما تحبش. بعد ما خدمناه هكايا نزلو على الاكسيلاتور، شارج على التغطية اوتوماتيك، شفتوا هذه البوطون تاع التسكيت، وكما شفتوا معنا هذوما لي زيتاب ديماراج لاسبي 92. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.